أربع استحقاقات في هذا الأسبوع القادم. أولاً سياسة أمريكية جديدة حيال اليمن، وربما هذه من مفاعيل أزمة اغتيال الزميل جمال خاشقجي. موقف أمريكي يقول بضرورة إيقاف العمليات العسكرية الكبرى في اليمن والوصول إلى رفع الحصار ونوع من هدنة. ثانياً العقوبات الإيرانية في القطاع النفطي تبدأ مفاعيلها في نهاية هذا الأسبوع. ثالثا موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية، وماذا سيكون موقف واشنطن من هذا التشكيل، بالأخص إذا حاز حزب الله على حصة وازنة في هذه الحكومة. ورابعا الحدث الأكبر في الولايات المتحدة، الانتخابات النصفية يوم الثلاثاء القادم. هناك احتمال أن يفوز الحزب الديمقراطي بأكثرية بسيطة في المجلس النيابي، مجلس الشيوخ يبقى في يد الجمهوريين. إذا فاز الحزب الديمقراطي بأكثرية بسيطة في مجلس النيابي، يستطيع لا أن يغير السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل كبير، ولكن يستطيع أن يضيق على رئيس الجمهورية دونالد ترامب في السنتين الباقيتين من عهده. الرئيس ترامب في حملة انتخابية مستمرة من الآن حتى الثلاثاء، وقد يكون مرتاح إذا فاز الحزب الديمقراطي بالمجلس النيابي في السنتين القادمتين. يستطيع أن يلوم الحزب الديمقراطي إذا كان هناك من أي مشاكل في الولايات المتحدة، وتكون حملة رئاسية عام 2020 بكثير من اللوم على الديمقراطيين. قد يفضل ذلك الرئيس ترامب، سنرى.